فأنا أرى أن من نقاط الخلاف الشائكة التي تحدث الخلاف وتجعل مثلا السلفية الجهادية تتميز عن غيرها في هذا الطرح نعمل كل طالب دعم. احنا لو نزلنا إلى الواقع العملي نجد مثلا انظر معذرة اليوم نجد جماعة الإخوان المسلمين على أرض الواقع ترتكب أشياء كثيرة مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية، مثل الاقتراض من صندوق النقد الدولي، أليس هذا ربا؟ يعني بالأمس وقف السيد عسكر، وقف السيد عسكر في مجلس الشعب ويقول لا يجوز الاقتراض من صندوق النقد الدولي. لماذا؟ لأن هذا ربا. 2005 الدكتور محمد مرسي باعتباره عضو مجلس الشعب يرفض بيان الحكومة لأنها اقترضت من بنك الاستثمار. أستوقفك فقط يا شيخ جلال بس في جزئية بعد إذن حضرتك. فضل. الجزئية الآن دعنا من جماعة الإخوان المسلمين لأنها ارتضت العمل السياسي والدخول إلى حلبة الصراع. نحن نحدث نقاط الخلاف. بناء على القانون القائم، فالقانون القائم بمجمله كفر. فنحن لا نتكلم في التفاصيل، نحن نريد أن نتكلم لكننا نريد أن نتكلم في أصل المسألة. أصل المسألة أن القانون القائم. لم يستكمل كلام الشيخ جلال يا شيخ أحمد. الشيخ جلال لم يستكمل كلامه. انا فقط اريد ان اوضح جزئيه، هو كلامه واضح مع الشيخ جلال، هو كلامه بس عشان كلامه لابد ان الدكتور جمال يرد عليه على ما يرد براحته، فهو يتكلم بس الرد متاح للشيخ جلال عشان بس الامور واضحه. اما انا اتكلم بس في جزئيه محدده. اتفضل. ان قضيتنا الاساسيه، لا هو الشيخ جلال يريد ان يعطي امثله للبيان، لكن نحن القضيه الاساسيه في اجماليه القانون، هل القائم يرتضي بالشريعه ام بالقانون الوضعي؟ هذا سؤال مهم. انا الان من هذا المنبر أسأل جماعة الإخوان المسلمين والسلفيين العاملين في المجال السياسي، كما أنني أسأل مؤسسات الدولة، الجيش والشرطة والقضاء، هل تقرون القانون الوضع القائم أم لا؟ وهل حكم القانون الوضع القائم كفر أم إيمان؟ أم أنه ليس بكفر ولا إسلام؟ نحن نريد جواب محدد. أنا أطرح هذه الأسئلة على هذه الجماعات وعلى هذه المؤسسات. طيب. وأريد منها إجابة. طيب. وأريد منها إجابة. الإجابة يعني